فيبي بقى دي قصتها قصة رهيبة يعني. أنا عايزة أشجع كل حد منتظر ومستني بقاله سنين لأي أمر يحصل في حياته إن فيبي فازت معانا في المسابقة، فبعت لها $5 وبقول لها مبروك أنت فزتي معانا في المسابقة. فلقيت فيبي كاتبة لي تعليق وتقول لي أنا بقالي 8 سنين أهلا بيكم في قناتي توتي فودي، النهاردة جاية لكم فيديو جديد بس مش هنعمل أكل ولا حاجة، هنتكلم مع بعض شوية. بصراحة احنا مكملين في المسابقة بس في شوية حاجات كده غريبة وعايزة اخد رأيكم فيها، والنهاردة الفيديو انا مش هكمل في المسابقة غير لما اخد رأيكم وتكتبولي تعليقاتكم تحت نعمل ايه، نكمل في المسابقة ازاي بالطريقة ديت، وهل ينفع قناة وعدت الناس ان هي تعمل مسابقات وتدخل الفرح على قلوب الناس حتى لو بحاجة بسيطة. انا بقول بصراحة $5 حاجة بسيطة مش كتير، و$10 و15 و20 حاجة بسيطة، لكن ما ينفعش ادخل اكتر من كده وانا مفيش عائد. انا قلت ان اللي دخلي في الاب $133، لو رجعتوا معايا النهاردة بس في فيديو النهاردة احنا موزعين ما يقرب من المبلغ دوت في فيديو النهاردة فقط لا غير، ما بالكم احنا مكملين في المسابقة بقالها 3 4 مرات معانا، فما اعتقدش ان احنا نقدر نكمل بنفس الطريقة. وانا قلت لكم انا مش بشتغل، ناس كتير قالت لي اتمنى ان انتوا تساعدوني، احنا قلنا القناة دي لخدمة الناس، انا مش عايزة منها اي حاجة خالص، بل بالعكس بهوس نفسي وبعمل فيديوهات وبصور وبرد على الناس وبدخل عند الناس وبشير فيديوهات الناس، كل ده وانا مش عايزة منها اي مقابل، وللأسف مش لاقية محبة من الناس. يعني انا بقدم محبة طول الوقت لكن مش لاقية محبة، مش طالبة منك حاجة، مش طالبة من حد يعمل حاجة ازيد من طاقته، لكن للأسف بخش الاقي الناس حتى المنتدى يعني مش عايزين ينزلوا المنتدى. طب ليه يعني؟ مش عارفة، هل انت مستكتر انك تنزل منتدى ليا او مستكتر انك تنشر القناة اللي هي السبب تكون في خير لحد غيرك؟ انت ظروفك حلوة وامكانياتك كويسة ومكتفي باللي عندك، اعمل كده لحد غيرك مش لازم ليك. فانا مستغربة من سلوكيات بعض الناس وبصراحة مش عارفة كنا هنقدر نكمل بالطريقة دي، بس انا منتظرة تعليقاتكم على الفيديو وتقولولي هل ينفع نكمل ونوزع هدايا ونعمل مسابقات ونفرح الناس ولسه المشاهدات 400 و500 مشاهدة على الفيديو بعد اسبوع وبعد 5 6 ايام المشاهدات بتتم كده. زي اي حد بتابع قنوات المليونية حمدي ووفاء وحوارات وسمر ومجنى، مش بتابعهم باستمرار عشان اكون امينة، واحمد حسن وزينب قنوات عظيمة جدا واكيد كلهم بيعملوا خير، مفيش حد ما بيعملش خير واكيد كلهم ليهم يعني خير مع ناس كتير، بس ما اعتقدش حد قال كل مرة هنعمل خير، ما اعتقدش كل مرة حد بيطلع يوزع على الناس، بالرغم ان احنا قناة صغيرة اللي قلنا هنعمل مسابقة وهنوزع، وطول الوقت طول الوقت بغض النظر عن المسابقة والهدايا بنوزع هدايا على الناس. فانا مش عارفة هنفضل نكمل كده بال400، اعتقد ان هي هيبقى صعب جدا ان نكمل، بس هستنى تعليقاتكم تقولولي ايه الحل، هل ينفع نكمل والمشاهدات لسه ما زالت 400 و300 على الفيديو؟ فين الايراد اللي هنكمل بيه؟ هينفع اكمل واخد من مصروف البيت دايما واجيب هدايا ووزع على الناس هدايا؟ العيد اللي فات وزعنا على الناس وجبنا لحمه وبسطنا ناس كتير وناس اديناها فلوس وناس جبنا هدايا لولادها وعملنا مع اللي نقدر عليه، كان نفسي يبقى ندي اكتر بدل ما نروح لخمس ست افراد نروح لعشرة والعشرين، كان نفسي يبقى اكتر بس ما فيش ايراد داخل الصراحه وما فيش تشجيع، فما اعتقدش ان احنا هنكمل بالطريقه دي. كان نفسي اللي عنده ظروف صحيه نساعده، اللي محتاج عمليه نساعده، ناس كتير قوي عندها ظروف صحيه وناس كتير بتبعت لي عندهم ظروف صحيه ومحتاجين عمليات ومحتاجين يشوفوا دكاتره ويعملوا تحاليل، طب هنجيب منين يا جماعه الحاجات دي؟ هجيب منين المشاهدات 300؟ اعتقد يعني مش هننفع نكمل بنفس الطريقه. انا بعمل الحاجات دي محبه، ما عنديش فائض اوزعه، باخد من اعوازي وبعمل الحاجات دي محبة، لو عندي فائض كنت عملت اكتر من كده بكتير.
فاللي بيخليني محدودة في التعاملات مع الناس ان مفيش زيادة. فأتمنى، وأنا عمري ما طلبت من حد يخش ولا يشير ولا وقت ما كانش فيه مسابقات، لكن دلوقتي بطلب طول الوقت من الناس، مش عشاني، عشان الناس التانية، عشان نقدر نوزع على ناس تانية، نبسط ناس تانية. ناس كتير قوي بعت عايزة تفعل قنوات، طب افعلهم ازاي؟ ومبالغ رهيبة الناس بيطلبوها مني لتفعيل القنوات، افعلها لهم ازاي؟ وصعبانين عليا، ونفسي اعمل حاجة بس كتير، طلبات كتير، والداخل قليل، طلبات كتير بتجيلي، وللأسف بتضايق اني مش عارفة اعمل حاجة. بس نفسي نقدر نعمل مع بعض، نكمل مع بعض. وقلت لكم الكلام ده قبل كده، ايد لوحدها ما تسقفش، مش هنعرف نعمل حاجة. الحاجة لازم يكون في مشاركة، لازم جزء من ناحيتي وجزء من ناحيتكم. شيروا الفيديوهات، شيروا لبعضكم. انا بنزل، للأسف بنزل حتى على المنتدى، ما بلاقيش حد بيخش يشجع الناس اللي انا بنزل لهم، ما بلاقيش مشاهدات صادقة تخش عندهم غير 2 3 4 تخش تقول لهم احنا حلو. معرفش ليه، معرفش. وناس كتير بعتها بتقولي عايزين نكمل، مفيش حاجة اسمها ال100 دولار، مفيش حاجة اسمها شرط رابع من اليوتيوب. انت طول الوقت كل ما هتيجي تقبض لازم يكون في حسابك ازيد من 100 دولار عشان تقبض، او 100 دولار عشان تقبض. ده نظام اليوتيوب، ده نظام القبض. كل مرة لازم يكون ال100 دولار موجودة في الحساب، مش هتقبض غير لو ال100 دولار موجودة في الحساب. فأنا مش عارفة ازاي هنكمل. حلو خالص، ناس كتير بعتت تقولي عايزة اكمل، فاضل لي 40 وفاضل لي 50 وفاضل لي 80، مفيش مشكلة هنكملها لك. طب والشهر، المرة القبض اللي بعديها هتكملها ازاي؟ انت برضو مش هتقبض غير لما تكمل ال100 دولار. فيا جماعة أرجوكم نساعد بعض، ولما نيجي نطلب حاجة نطلب منطقي، من حد بيخش له مشاهدات 400 500 و300 مشاهدة، مش 500 ألف ولا 300 ألف. كنت أتمنى أقدر أساعد الناس دي كلها، وأتمنى أكمل الناس كلها ال100 دولار، وأتمنى أفعل الناس قنواتها كلها. وبحاول، يعني بحاول على قد ما أقدر، وشغالين دلوقتي في تفعيل قناتين، وإن شاء الله بعد ما يخلصوا في قناتين تانية نفسهم يتفعلوا، بس أنا مش عارفة أعمل إيه. الطلبات كتير، والدخل قليل، والتفاعل قليل، والمشجعين قليلين، وحتى اللي بيطلبوا ما مش بلاقيهم. فأتمنى يكون في مصداقية في التعامل عشان القناة تكمل في المساعدات. احنا عايزين نكمل نساعد الناس ونشجعهم، وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو، 5 و10 و20 حاجات قليلة مش كتير، بس انا لوحدي، واحدة لوحدي، يعني للأسف صعب عليا جدا. تخيلت لما قلت في فيديو ان الناس بتقول لي اديك الساعة بدولار، يعني ال4000 ساعة، سوري، الساعة بجنيه، يعني ال4000 ساعة ب4000 جنيه. تخيلت ان في حد من الناس الداعمين، او اللي بيبعتوا ساعات، او اللي بيشجعوا الناس بالساعات، هيجي يقول لي انا اساعدك، او اساعد الناس. انت مش هتساعدني انا لاني مش هستفاد منها حاجة، اساعد الناس، ادي مثلا كل اسبوع حد ويدخل معانا ويشجع الناس، انا بشجع من ناحية وهو يشجع من ناحية. لكن للأسف ما لقيتش أي استجابة من أي حد يقول لي أنا أبعت للناس هدايا ولا ساعات ولا أفعل لهم قنوات ببلاش كل أسبوع، حتى أفعل قناة واحدة كل شهر، أفعل قناة. للأسف ما لقيتش الكلام ده. فإزاي، إزاي أفعل قنوات، وإزاي أكمل ال10 دولار، وإزاي الناس بتطالبني نكمل ال100 دولار مع إن هي مش أساسي، ودي قبض اليوتيوب في المطلق. كل مرة هنقبض لازم نكمل ال100 دولار. ازاي هعمل كل ده لوحدي ازاي؟ وللاسف مفيش تشجيع، واللي بياخد هدية وبيدخل مرة ما بيدخلش التانية، واللي بيخش مش عايز ينزل منتدى، واللي بشكر جدا كل الناس الحلوة اللي فازت معانا قبل كده ومكملة تدعمنا وتشجعنا. و يعني انا عارفة محبتكم، وان انتوا داخلين بتشجعونا. وللاسف في ناس برضو داخلة تقولي احنا فزنا المرة اللي فاتت وعايزين المرة دي. طب ازاي؟ انا عايزه حد كده يكون يرد عليا، مستنيه الهديه. طب ازاي، ازاي كل مره انت اللي هتكسب ازاي؟ والناس اللي بتخش يعني نحلها ازاي؟ كنت اتمنى ان اللي يكسب مره يكسب المره اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، لما يكون الداخل كتير. لكن من 400 500 مشاهده، هل ينفع هنوزع هدايا كل مره على كل الناس الجداد والقدام؟
انا مستنيه ردودكم، انا مش برد، انا بس بطرح عليكم الاسئله ومنتظره ردودكم عليا. واتمنى تراجعوا الفيديوهات اللي قبل كده وتشوفوا احنا قلنا ان القبض كان $133، عملنا كذا مسابقه وزعنا فيهم كذا هديه، والنهارده توزيع النهارده بس ما يعادل قيمه القبض اللي جه وازيد. انا مش عارفه ازاي، وفي قناتين بيتفعلوا واتدفع حساب تفعيلهم، يعني اتدفعت فلوس تفعيلهم خلاص. انا مش عارفه هنعملها ازاي. على العموم يعني مستنيه تعليقاتكم عشان نشوف هنكمل ازاي في حكايه المسابقه، ونكمل ازاي في الدعم وفي التشجيع، ونكمل ازاي القنوات المليونيه ما بتعملش كده كل يوم. ازاي انا قناه 400 و500 مشاهده، مش حتى 5000 ولا 4000، وهنكمل بالطريقة دي. فأتمنى تردوا عليا في التعليقات، وتعالوا النهاردة نشوف سؤال مسابقتنا كان على فيديو البط. وأنا أسفة جدا لأي تعليق اتكتب بعيد عن فيديو البط اللي أنا نبهت فيه عن المسابقة، لأن ده معناه إنك ما شفتش الفيديو اللي أنا كنت بتكلم عنه. للأسف يا جماعة في ناس بتخش تكتب تعليق ملوش علاقة بالفيديو، فأنت كده ما شفتش الفيديو، او بتخش تجاوب في حتة تانية، يبقى انت ما سمعتش اللي انا قلته، انت ما كنتش معايا، ما ركزتش، انا ولا انت مش معايا اساسا. فانا مش عارفة بصراحة، انا اسفة جدا لاي تعليق ما اقدرش اقاوم ارد على 500 تعليق يجولي على الفيديو دوت، وارد على المنتدى، وارد على الفيسبوك، وارد على اليوتيوب، وارد هرد ازاي على كل ده. فانا قلت هو فيديو واحد في مكان واحد هنرد فيه، فانا مش عارفه الناس بتتشتت ليه وترد في كذا مكان، الا اذا ما كانوش سمعوا الفيديو فعلا وسمعوا ان احنا قلنا هننزل نجاوب على السؤال في الفيديو ده. على العموم كان سؤال مسابقه بتاعتنا بيقول كم مره ذكرت كلمه البط في الفيديو، والاجابه الصحيحه كانت 18 مره. 18 مره ذكرت كلمه البط في الفيديو. بعتذر للناس اللي جاوبت اجابات خاطئة، وبتمنى لكم التوفيق معانا في مرات جاية، وببارك لكل الناس اللي فازت معانا النهاردة. وعايزة أقول لناس تانية، في ناس جاوبت كتير في الفيديوهات اللي فات إجابات صح، فإحنا قلنا هنختار كل مرة 6، هيكون في منهم 2 اللي بيفعلوا منتدى باستمرار. للأسف دوت بياخدوا هدايا وما بشوفش حد بيفعل منتدى، يعني أنا ما شفتش حد بصراحة أمين وصادق أقدر أقول ده بيفعل منتدى غير 5 6 ناس معايا من بدري من بدري، ما لهمش علاقة بالمسابقة ولا بالمسابقات ولا حاجة، يعني هم بيعملوها محبة مش عشان المسابقة. ف أتمنى يكون في تفاعل أكتر من كده. وناس بعتة بتقول لي احنا ليه جاوبنا صح وما خدناش، ما هو مش معقول يا جماعة، لو 50 واحد جاوب صح على السؤال هل ينفع هوزع 50 هدية على 50 واحد؟ هوزعهم منين؟ هجيبهم منين؟ فأتمنى كل الأسئلة اللي طرحتها في الفيديو لو ما كانش طويل عليكم وقدرتوا تشوفوه يعني اكتبوا لي تعليقات تحت، وتعالوا مع بعض نوزع هدايا فيديو النهاردة. فازت معانا في فيديو النهاردة احنا وزعنا هدايا ملهاش علاقة بالفيديو. تعالوا نشوف ايه المناسبات اللي حصلت وتمت في الوقت اللي فات دوت، ووزعنا هدايا على الناس قبل ما نوزع الهدايا بتاعت الفيديو. اكلات زيزو كان نفسها تكسب معانا، فازت معانا ب$5. دكتور كريم انا بشكرك جدا، انت بعت لي هديه بالجنيه المصري، وانا قلت يا جماعه بلاش تضغطوا نفسيكم. وبشكر كل حد بيبعت لي سوبر شات او فلوس بالمصري او باي عمله تانية، ودي بتساعدنا ان احنا نوصل الهدايا دي للناس، مش باخد منها اي حاجه، انا عامل زي حارس الامتعه بحرس الحاجه للناس وبوصلها لهم، مش بستفاد منها باي حاجه. فبشكرك جدا يا دكتور كريم، كان اقل هديه بسيطه مننا في عيد ميلادك ان احنا نبعت لك $5 ونقول لك كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. كان معانا ورد الحمزاوي، ست ورد طبعا قناه جميله جدا، وهي غاليه علينا كلنا، بنتها داليا نجحت السنه دي اخر سنه في الدراسه بتاعتها، ان شاء الله ربنا يكرمها ويوفقها ونفرح بيها عروسه جميله قريب. داليا فازت معانا ب$10، بنبارك لها على النجاح.
ببارك لداليا بنت ست ورد على النجاح، وان شاء الله كلها شهرين، ونبارك لك على الجواز وتوصلي بيتك بالسلامة. ربنا يفرحك انت وإسلام ويكمل لكم على خير. وده اللي انا قلته، ان هدف القناة يبقى معمول حد عنده مناسبة نشاركه، مناسبة حلوة ربنا يقدر مناسبتنا نشاركه، مناسبة لا قدر الله مش سعيدة برضو نقف معاه ونشاركه، ظروف صحية، ظروف مرضية، اي امر، يعني حد بيجوز حد ومحتاج مساعدة، هنعمل كل ده لما يكون في تفاعل وفي دخل داخل اكتر القناة. لكن للأسف الناس بتطالبني من دلوقتي ان احنا نعمل ده ومفيش دخل للقناة، مش عارفة ازاي. هستنى برضو تعليقاتكم تردوا عليا نعملها ازاي. الحاجة سوسو طبعا كانت طول شهر رمضان بتطلع وجبات للخير، فحاجة سوسو إنسانة فاضلة جدا، وهي على صلة قرابة مع ورد الحمزاوي الست ورد، فالحاجة سوسو كانت مطلعة وجبات للخير، وبرضو في العيد عملت قبل العيد طلعت وجبات للخير، فبصراحة كان أقل تشجيع إن أنا أقول لها يا حاجة كتر خيرك وإنتي بتطلعي وجبات للخير، فإحنا برضو بنشجعك وبندعمك وبنقول لك حاجة بسيطة جدا 5 دولار، لكن بنقول لك ربنا يباركك ويعوضك خير في اللي إنتي بتعمليه. قناة معكم أم يوسف، معكم أم يوسف كان نفسها بعتنا لأم يوسف ال10 دولار. أنا عايزاكم تعدوا معايا يا جماعة الطالع قد إيه عشان نشوف هنوزع قد إيه وإزاي. قناة ميدو شوشو برضو كان نفسها تكمل ال10 دولار علشان تفعل قناتها والبين كود يجيلها. كانت بصراحة فاتحة عرض من كام يوم ودخلت بالصدفة، بعت لها 4 دولار وبعت لها ال10 دولار فوصلها 14 دولار. ان شاء الله يجيلك البين كود قريب. ميدو شوشو وربنا يساعدك ويقويكي، وقناتك ان شاء الله تشتغل اكتر واكتر، وبالتوفيق ليكي ولكل اللي ذكرت اسمائهم ولكل الناس اللي فازت معانا وكل اللي ما فازش، وبتمنى التوفيق للجميع يا رب. ام كريم برضو، ام كريم كانت بقالها سنين طويلة شغالة على قناتها، وطلعت من كام يوم في فيديو وشكرت ربنا ان القبض الاول جالها، فانا اتبسطت جدا وتأثرت جدا جدا على كلام ام كريم، وان هي بتعيط وتبكي في الفيديو. انا بصراحة كنت ببكي معاكي وتأثرت جدا لكل كلمة قلتيها وحسيت بمشاعرك، واكيد كلنا مرينا بالظروف ديت ومرينا بالامور اللي انت كنت بتحكيها، فالف مبروك يا ام كريم، وان شاء الله ربنا يجعله دايما القبض عندك كل شهر كده وكل مرة وانت مبسوطة وسعيدة وفرحانة، وياريت نتفاعل مع بعضنا اكتر من كده. ام كريم محتاجة برضو قناتها دعم وتشجيع علشان تكبر بحبكم، هي مش هتعرف تكبرها لوحدها لكن محتاجة دعم وتشجيع الناس، فبرضو بعتنا لام كريم 10 دولار تعبير عن محبتي ليها واني مبسوطة جدا ان قبضها وصل بالسلامة، ف10 دولار كنت ببارك لها على وصول الأب بالسلامة. تيتا جيمي كان عيد ميلادها الأيام اللي فاتت، وكان بتحتفل هي وحفيدتها بعيد ميلادهم، فبعتنا لتيتا جيمي 5 دولار لها، كل سنة وانت طيبة يا تيتا جيمي، وربنا يديك الصحة وطول العمر. قناة عمر وبوسينة، قناة أم عمر وبوسينة كانت عاملة عيد ميلاد ملوكة برضو، بعتنا الملوكة 5 دولار وبنقول لها كل سنة وانت طيبة يا ملوكة وعيد ميلاد سعيد. من ضمن برضو القنوات اللي فازت معانا في وصفات من مطبخ مها، وصفات من مطبخ مها فازت معانا قبل كده ب10 دولار، وطبعا زي ما انتوا كل اليوتيوب بياخد نسبته اهم حاجة وبعد كده يوصل للناس فلوسها، ف
فوصل لها المبلغ ناقص، فهي كان نفسها تكمل ال10 دولار عشان يوصل لها البين كود، فبعتنا لها برضو 5 دولار. وبنتمنى لك كل التوفيق، وصفات من مطبخ مها. نخش بقى على اللي فاز معانا النهاردة. فازت معانا يا رب اكرمني ببناتي، ده حساب مش قناة، اول مرة اشوفها، ما اعرفهاش، ما تعملتش معاها قبل كده، ما اعرفش هي مين اساسا، لكن هي فازت معانا وبتمنى لها كل التوفيق. وده اللي انا بقول لكم، هدف قناتنا مش مهم انت مين، مش مهم انت عندك قناة ولا حساب ولا فيسبوك ولا اي حاجة، لكن المهم ان انت لو اشتركت معانا وعندك احتياج حقيقي تكسب معانا، ولو عندك ظروف صعبة نقف جنبك ونساعدك بغض النظر عن انت مين او قناتك ايه او اي حاجة تانية. بس ده مش هينفع واحنا 300 و400 و500 مشاهدة. فازت معانا برضو ب5 دولار وصفة فيفي. فيفي مبروك، فزتي معانا. مطبخي انا والتوأم فازت معانا ب5 دولار. الناس دي جاوبت على المسابقة إجابات صحيحة. يا رب كرمني ببناتي في المسابقة، فيفي في المسابقة، أنا والتوأم في المسابقة، وفيبي جوزيف. تمن سنين شغالة على قناتي ومستنية أكمل ال10 دولار عشان البين كود يجيلي، ولسه مفعلة قناتي في شهر 4 اللي فات. فانا ببارك لك يا فيبي. ولما سمعت تعليق فيبي ما كانش عليا غير اني ابعت لفيبي 10 دولار كمان، عشان ال5 وال10 اليوتيوب هياخد نسبته، فيبقى عندها ال10 كاملة، وتقدر فيبي بدل ما تستنى تاني سنين عشان تجيب البين كود، تقدر ان هي يجيلها البين كود، وبدل ما اليوتيوب يقعد ياخد كل نسبة المشاهدات والاعلانات ويحسبها لنفسه، تقدر فيه بتستفاد. فبقول لك يا فيبي ربنا معاكي او ويكي، وبشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق، واتمنى البين كود يجي لك قريب، وابقي طمنينا لما يجي لك. ففيبي وصلها 15 دولار، هي فازت معانا ب5 بس لما بعتت التعليق وقالت لي ان بقى لها 8 سنين ما كانش عليا، ما كنتش هقدر اشوف تعليقها واسكت، فكان لازم ابعت لها 10 دولار تاني عشان يجي لها البين كود في اقرب وقت. فازت معانا تاني من الناس اللي فازت معانا تاني مش في المسابقة، قناة أحمد وشيماء. كانوا خارجين يتمشوا في العيد، وقريبتها ست فاضلة بتبيع ذرة، فراحوا سأل جوزها مين اللي هيحاسب على الذرة، فأنا بعت لها تعليق قلت لها ما تقلقيش، حساب الذرة ده عندي. فده اللي أنا نفسي أعمله يا جماعة، إن طول الوقت أشارك مع الناس في ظروفهم وفي امورهم، بس لو في دخل اكتر هنشارك باكتر. وبدل ما ابعت لاحمد وشيماء 5 دولار للذرة، كنت بعت 20 و50 و100 لو في دخل اكتر. انا عارفه ان اللي ببعته قليل، بس ممكن يكون بيعمل حاجه، ممكن يكون بيشجع الناس بيساعدهم، ممكن ناس تكون بتستقله، انا مش عارفه. بس انا بقول لاحمد وشيماء بتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يبارك قناتكم وحياتكم ويشفي ابنك ويقومهولك يا رب بألف سلامة. برضو فازت معانا ب5 دولار، أكلة سهلة وبسيطة، أكلة سهلة وبسيطة. بشكرك جدا إنك اشتركتي معانا وبتمنى لك كل التوفيق. بالصدفة وأنا بتفرج على اليوتيوب بحب أشجع الناس، لقيت قناة أول مرة أشوفها وأول مرة أدخل عندها وأنا معرفهاش قبل كده، اسمها أكلة هوايدة. فلقيت هوايدة منزلة فيديو بتقول القبض بتاعي وأنا قبضته وبعد فترة، وبتحكي قصة القبض بتاعها وقد إيه جدا استمتعت بكلام هوايدة وكل الحكاية اللي حكيتها. وما كانش عليا غير بعد ما شفت هوايدة وتعبها وان هي مبسوطة جدا بالقبض بتاعها، غير انها شجعها وقول لها مبروك وبعت لها 5 دولار.
فأتمنى إن أنا أقدر أكمل وأشجع الناس اللي أعرفهم واللي معرفهمش، ونشجعهم سواء قبضوا أو ما قبضوش أو عندهم ظروف أي أمور تانية. بس مش هينفع ب 300 و 400 و 500 مشاهدة، محتاجين مشاهدات أكتر، محتاجين تفاعل أكتر علشان نقدر نعمل خدمات مع الناس أكتر، نقف جنب ناس ونساعدهم في أمور أكبر. الدعم اللي احنا بنبعته أو الهدية أو التشجيع حاجة بسيطة، لكن أتمنى إن احنا في المستقبل نقدر نكبر كل دوت. بس مش هينفع لوحدي، لوحدي مش هقدر. رانيا أحمد برضو بقالها كذا سنة ومستنية إن هي تقبض من القناة. طبعا أنا مش هقدر أكمل لكل الناس ال100 دولار، وقلنا إن مفيش حاجة اسمها 100 دولار، مفيش حاجة اسمها أكمل عشان أقبض، ومفيش حاجة اسمها شرط رابع، لأن دوت نظام القبض من اليوتيوب. كل مرة هنقبض لازم يكون عن فرانيا أحمد برضو لسه مكملتش، بعت لها 20 دولار عشان تساعدها، وإن شاء الله هي بتكمل وتقدر إن هي تقبض في المستقبل القريب من القناة. أعتقد ديت كل الناس اللي فازت معانا النهاردة، وكل الناس اللي بعتنا لها هدايا، وكل الناس اللي كان عندها مناسبات، وكل الناس اللي كان عندها ظروف معينة ووقفنا معاهم. أفرحنا يا رب، كتر أفرحنا يا رب، كتر أفرحنا يا رب، كتر أفرحنا وعلى دينيتنا الدينا. بتمنى إن يعني أتمنى إن التفاعل يزيد أكتر على القناة، وبتمنى إن اللي جاي يبقى أفضل، وببارك لكل حد فاز معانا، كل حد وصلته هدية سواء في المسابقة أو من غير المسابقة. بشكر كل حد بيشترك في المسابقة، وبتمنى التوفيق للجميع، وبتمنى في الأيام الجاية يكون التفاعل أكتر عشان نقدر نبعت للناس هدايا أكتر. بتمنى التوفيق للناس اللي مفازتش معانا النهاردة في المرات الجاية. اللي مفازش يا جماعة ما يزعلش. وبشكر تاني اللي بيدخلوا ويشتركوا معانا في المسابقة وهم فازوا قبل كده، بس بيدعموا ويشجعونا وبيكملوا معانا. واللي اللي فاز قبل كده وما فازش تاني معانا ما يزعلش، لان مش معقولة. حط نفسك مكان اللي ما فازش. لو انت بتفوز معانا كل مرة، هل انت هتبقى مبسوط انك انت المسابقة قايمة على 5 6 افراد بس هما اللي بيفوزوا كل مرة؟ فأنا مش عايزة حد يبقى زعلان. وإن شاء الله التفاعل لما يزيد على القناة نقدر ندي كل حد بيدخل وبيجاوب هدية. مادام في دخل داخل أكتر، ما في دخل داخل هنقدر نوزع على الناس أكتر. بالنسبة لحساب يا رب كرمني ببناتي، إن شاء الله يوصلك 100 جنيه قريب. هي مش قناة وفازت معانا، إن شاء الله توصلك 100 جنيه قريب. وبتمنى التوفيق للجميع، وبشكر جدا القنوات اللي بتخش وتدعمنا وتشجعنا. بتمنى نشارك الفيديوهات على المنتدى عشان يوصل لأكبر عدد من الناس.
بشكر جدا قناة فن الأركيت ورسم الشماع على طول الوقت إن هي متجوة معانا وبتشجعنا وبتدعمنا، وأستاذ صلاح المحسن برضو بشكرك جدا، وقد إيه كان لقاء مميز جدا بينكم في العيد. أستاذ مسعد راح عند أستاذ صلاح، ما يعرفوش بعض غير من خلال القنوات، بس قد إيه كانت لفتة جميلة جدا. استقبلوا في بيته وقضوا مع بعض وقت حلو قوي، وطلعوا مع بعض بث مباشر. استمتعت جدا جدا بوجودكم مع بعض، وباني احضر معاكم البث المباشر، واني كمان اشوف الفيديو اللي عملتوه مع بعض في العربية. اتمنى تكون الروح الحلوة ديت هي اللي بتسود بين كل الناس، القنوات او غير قنوات، يكون في المحبة اللي هي من غير مصلحة. مش عايز منك مصلحة، مش عايز منك حاجة، بس بقدم محبة، ده يكون عندي ليك محبة. حتى لو انت ما بتقدمليش محبة مش مشكلة، لان ربنا بيكافئ تعبي وبيعوضني اكيد على كل حاجة حلوة انا بعملها. فاتمنى ان الروح الحلوة المبهجة اللي هم عملوها تسود بين الناس كلها وبين قنوات كتير، ونقدر ندعم ونشجع بعض ونحب بعض بأمانة. بتمنى التوفيق للجميع، وبهني كل حد بعيد ميلاده من اللي فاز معانا النهاردة. بشكر كل حد بيدخل معانا وبيشترك في المسابقة، وبشكر محبتكم كلكم. والنهاردة مش هقول لكم على فيديو ولا هقول على سؤال مسابقة، لما أعرف تعليقاتكم، يعني هشوف تعليقاتكم ومن خلال تعليقاتكم هنشوف نكمل في المسابقة ولا نعمل ايه. قبل ما اختم معاكم، كان في قناتين نفسهم جدا يكملوا الساعات ويتفعلوا. اوعدكم اني بعد ما اخلص القنوات اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، لو كان في فرصة يبقى قنواتكم هي اللي هتخش معانا في التفعيل، قناة تاتي وأحفادي وقناة مريم هاني. هنحاول لو في فرصة أتيحت نساعدك في ان انت تكملي الساعات، ونفس الحكاية تاتي وأحفادي لكم، ان احنا هنحاول نعمل حاجة. لكن لو ما قدرتش يعني اعذروني، لاني الضغط كتير، فلوس تفعيل القنوات كتيرة جدا، دخل القناة وإيرادها قليل، مفيش إيراد بيكفي كل اللي احنا قلناه. ولو لو حسبتوا الهدايا اللي اتوزعت النهاردة هتلاقوها تفوق جدا القبض اللي دخل القناة، بغض النظر عن الهدايا اللي قبل كده، الهدايا اللي ما بتتذكرش أساسا، والهدايا اللي بتروح للناس فلوس، والهدايا اللي راحت للناس حاجات عينية. فأتمنى إن في الأيام الجاية نقدر نساعد ناس أكتر، ويكون التفاعل أكتر على القناة. بفكر في الأيام الجاية أعمل بث مباشر نحتفل فيه مع بعض بمناسبة عيد ميلاد القناة. فأتمنى من كل حد، أنتوا عارفين إن أنا لما بطلع بث مباشر بركز قوي في موضوع نتكلم فيه، بحب إن البث المباشر يكون ليه هدف ويكون ليه موضوع. بنرحب بكل الناس، لكن مش هنقعد طول الوقت نقول فلان دخل وفلان بيرحب بفلانة وفلانة بترحب بفلانة. مش بعرف طول الوقت أعمل كده. الشات بيبقى قدامكم، بترحبوا ببعض وبتسلموا على بعض وبتحبوا بعض وبتردوا على بعض، وده بيسعدني جدا. وبتردوا على بعض بالنيابة عني، لأن في ناس كتير جدا بتبقى عارفة إن أنا لما بفتح بث مباشر، ويمكن جربت معايا في البثات المباشرة اللي عملتها قبل كده، بحب اركز في موضوع ونتكلم فيه. فاتمنى لو تحبوا افتح بث مباشر في الايام الجايه، اللي عنده سؤال يا جماعه يا ريت يكتب لي، يحب السؤال اللي هو عايزني اجاوب عليه يكتب لي في تعليق، علشان ممكن ما التفتش قوي او ما بكونش مركزه قوي للتعليقات اثناء البث المباشر او للشات في البث المباشر. فاللي عنده تعليق، اللي عنده سؤال، اللي عايز يسألني في حاجة، اللي عايز يعرف أي حاجة، ياريت يكتبها لي في تعليق على الفيديو هنا. واللي عنده اقتراح ازاي نكمل، هل نكمل، انا طالبة منكم اجابتين على الموضوعين، هل نكمل في المسابقات واحنا بالمشاهدات بالعدد دوت، واللي عنده سؤال لما نفتح بث مباشر، او اللي نفسه اجاوب على سؤال ياريت يكتبه لي علشان اجهز أثناء البث المباشر لو ما كنتش مركزة مع التعليقات قوي أرد عليكم. ولو فتحت بث مباشر وغالبا هيبقى بالليل عندكم في مصر، فتحبوا الساعة كام، 9، 10، 11، ياريت تدوني الميعاد اللي يناسبكم أفضل ميعاد واليوم. وهشوف برضو ظروفي، وهحاول أفتح قريب إن شاء الله علشان نحتفل مع بعض بعيد ميلاد القناة.
واتمنى ترد عليا في حكاية المسابقات، هل هينفع نكمل بالوضع اللي احنا فيه ولا لأ. وبشكركم جدا، بشكر كل حد دخل النهاردة وشاف الفيديو دوت، بشكر كل حد اشترك في المسابقة، بتمنى التوفيق للجميع في المرات الجاية، وبشكر كل حد بيخش وبيكتب وبيتفرج على الفيديوهات وبيشجعنا وهو عارف انه مجرد تشجيع، او ممكن يكون مش عايز. ناس كتير قوي بعتت لي قالت لي انا بجاوب على السؤال بس مش عايز هدية. انا بشكركم جدا لان كلمتكم دي تعتبر دعم وتشجيع للقناة، دي تعتبر مساعدة ليا انا اني اوفر هديتكم لحد تاني. انا بشكر كل حد بيخش يدعمنا ويشجعنا وبيكتب كلمة حلوة وبيتفرج على الفيديوهات علشان يساعدنا في المسابقة. اتمنى تردوا عليا في الاسئلة اللي سألتكم عليها، ولو في بس مباشر لو عايزين اي اسئلة مني، لو عايزين تعرفوا اي حاجة اكتبوها لي في تعليق في الفيديو دوت، وانا هرد عليكم في البث المباشر الجاي. بتمنى لكم كلكم التوفيق، وبحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد. ربنا معاكم، سلام.